السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم عن قاهرة الفئة المتوسطة تحت فئة ال 4000 جنيه شاومي ريدمي نوت 9 برو. تابع معنا الفيديو للنهاية عشان تعرف تقييمنا للجهاز من البداية. ده الجهاز شاومي نوت 9 برو. ده محتويات العلبة، أول حاجة الكرتونة جاي معاها الضمان اللي هو 6 شهور على لو في حالة لا قدر الله الشاشة اتكسرت أو أي حاجة. طبعا أنا الجهاز ده جبته من الفرع، حجزته في الفرع، بس للاسف ما لحقتش الكميه اللي هي كان فيها الهدايا، فجبته على كده اللي هو الاصدار 64. اول حاجه بتلاقى الدبوس المعدني والكتيبات معاه الجراب بتاعه ده، خلينا هنبقى نفتحه بعدين. الجهاز وبيجي معاه الكتيبات بتاعته ومعاه الوصله يو اس بي تايب سي وشاحن 33 واط، بس للاسف ما فيهوش سماعه هاند فري. في ناس كتير بتقول ان ده عيب في الجهاز، بس انا بصراحه انا شايفه انه ميزه. يعني انت بتحملني سماعه بتزودها عليا لكن بتزود من سعر الجهاز، لكن لا انا مش عايز سماعه، وانا حر ان انا اشتري السماعه اللي انا عجباني، يعني اجيبها ايربود، اجيب السماعه اللي انا عايزها اللي تعجبني، بس خلي لي الجهاز سعره منخفض. هنفتح اللزجه اللي على الجهاز دلوقتي، سيب المحتويات. زي ما شايفين تصميم الجهاز هو بيبصم بسرعه بصراحه. هنفتح الجهاز. الجهاز نفسه في الواجهه الاماميه فيها البنش اللي هو ثقبه في الشاشه، فيه الكاميرا الاماميه. والنظر الاوليه لما بشوف الجهاز الواجهه الاماميه بتاعته، الشاشه طبعا واخده ساعه كبيره خالص من الجهاز بسبب البنش بتاع الكاميرا الاماميه اللي هي الثقب بتاع الكاميرا. هنبص على الجهه الخلفيه بتاعته، هنلاقي الاربع كاميرات. زي ما انتم شايفين الجهاز معرض للبصمات، زي ما انتم شايفين بمجرد ما فتحناه بانت عليه البصمات. هو من مصنوع من القزاز، والاطار بتاعه من البلاستيك. الواجهه في الخلفيه بتاعه الجهاز هنلاحظ انه التصميم بتاعه من الزجاج، زي ما شايفين ليه انعكاسات جميله خالص زي ما انتم شايفين كده، باطار من البلاستيك. في فوق في وسط منتصف الجهاز هتلاقي الاربع كاميرات، واحده منهم 64 ميجا بكسل، والثانيه 16 ميجا بكسل، وواحده منهم 5 ميجا بكسل، واحده بتاعت المايكرو برضه 5 ميجا بكسل. هنلاقي فلاش ال اي دي عشان التصوير، وعليها اشعار بتاع ريدمي. ولو لاحظنا من فوق هنلاقي مستشعر الاي ار اللي هو بنستخدمه كريموت كنترول، ودي ميزه بتتميز بيها شاومي عن جميع الشركات، ان بيبقى فيها مدمج اللي هو الريموت كنترول للتحكم في الاجهزه بتاعتنا وكده. هنلاقي فتحه المايك اللي هو مانع الضوضاء الضجيج. لو بصينا من الجنب الثاني هنلاقي فتحه كارت الميموري واثنين خط في نفس الدرج، ودي ميزه برضو انه بيستقبل اثنين خطين وكارت ميموري. في الاسفل منفذ 3.5 هاند فري، المنفذ هاند فري 3.5 ملي. بعد كده هنلاقي شاحن تايب سي من نوع تايب سي. هنلاقي بعد كده فتحات السبيكر والمايك الاساسي بتاع التليفون. الجهاز بيجي بواجهه ميو اي 11 زي ما انتم شايفين. ومميزات الجهاز، الشاشه بتاعته كبيره بتشغل 6.67 انش. الجهاز بيجي باصدار اندرويد 10، والنسخه دي اللي بشرحها لكم دي نسخه 64 ورامات 6 جيجا. طبعا البروسيسور سناب دراجون 720 جي، طبعا ده مميز في الالعاب، وهو نفس البروسيسور اللي نازل في الريلمي 6 برو، طبعا بفارق سعر جامد خالص. وبصراحة الجهاز فخم جدا 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 مقارنة بالفئة السعرية دي، بصراحة ما شايفش أي منافس ليه في الفئة السعرية دي. فأنا بصراحة لما أنا أقول عليه وحش الفئة تحت ال 4000 جنيه، أنا أبقى كده مفيش منافس بصراحة. ويا ريت تشاركونا في التعليقات وتقول لنا رأيكم، وبرضه رأيكم محترم، ولو في جهاز شايف إنه يستاهل إنه يكون منافس للجهاز ده يا ريت تكتب لي في التعليقات، وأعمل له مقارنة مع الجهاز شاومي ريدمي نوت 9 برو. ودي كانت النظرة الأولية للجهاز بعد ما عملنا انبوكسنج ليه. بعد يومين كده هنعمل مجهود شاق خالص للتليفون، نستخدمه أكثر من يومين، بعديها هنعمل ريفيو كامل للجهاز ونشوف رأينا إيه فيه، هل هو بطاريته كويسة، الكاميرا بتاعته بعد أداءه واختبار أداءه كامل، الشحن بيقعد قد إيه كده، الحاجات دي كلها. بنوعدكم بمراجعة وافية وكاملة للجهاز بعد ما نختبره ونختبر أداءه لمدة يومين. ولو محتوى الفيديو عجبك يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. كان معكم محمد سيد من قناة ميني تك.